راح نمرح اليوم بهذا المكان. هذا ابو زياد ينزل اغراض، ينزل العده هنيه. راح نمرح بهذا المكان ان شاء الله. نزل حموله، انا الحمير. هذا ابو زياد ينزل حموله على الحمير. اوهو وشتاه هاي الغنم ما شاء الله تبارك الرحمن. ثقال اجعونك؟ لا ايوه نزل من ورا ما شاء الله تبارك الرحمن. هذين جراوت هذا العام. هذا بزياد يربط حمار بيده مشان ما نضيعه. بحضر بعد شوي عن الخيمة. اربط هناك، اربط هناك، اربط عندك، اربط عندك، عندك طق لعندك الخير واجد. العشب كثير يلعب كل مكان، العشب كثير ما شاء الله. هاي غزولة بحجرة بحجرة. زياد ابن الخيمة هنا بهذا المكان. ما شاء الله تبارك الرحمن، خير وربيع وافر. الخير كثير هذا العام. حط الاغراض بالخيمه لا تاكل من الغنم. حطها حط الخرج حط ياكل لنا. الخروف الصغير اول ما اهم شيء تبقمه، يعني تنطيه حليب الصمقه حتى يقاوم البرد، يقاوم المرض، يكون نشيط. يعني بس رضعه مره واحده اول ما يلد، اذا كان شطر العجه يعني الضرع ملائم للرضاعه ضروري ترضع. يا بسم الله. نسميه حليب الصمقه، ننطيه الخروف. احنا نقول بلهجاتنا مبقمه، يعني نعطيه شويه حليب اول ما يلد حتى من سبحان الله من ترضى يصير نشيط، يصير قوي الخروف. حليب الصمغه هذا الحليب التازه. ما شاء الله الغنم مرحت. الغنم كلها مرحت. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على النبي. الحلال مرح ما شاء الله تبارك الرحمن. اللهم صل على سيدنا محمد.
زين الخرفان شحالات نايمات. ما شاء الله تبارك الرحمن، هذين الخرفان هذا العام طبعا بالرغم من الظروف اللي عديناها بشتة ثلوج، اللي كان يتابعنا بشتة ثلوج وصار بأيام الثلج وهذا، لكن ما شاء الله تبارك الرحمن الحمد لله رب العالمين خلال الربيع يرضعن ويرعن. يعني نعتمد على المرعى هنا بشكل أساسي، نعتمد على المرعى ما نعتمد على العلف أبدا. فما شاء الله تبارك الرحمن رعين وافر هذا العام، الخرفان ما شاء الله تحسن ما شاء الله، إن شاء الله هالسنة هذه الأسعار طيبة ما شاء الله، إن شاء الله يدق الوزن ونبيعهن على الكيلو كلهن إذا الله يسر. طبعا ما يصير الضحايا عمرهن ما يسمح إنهن يصير الضحايا، عمرهن ما يسمح إنهن يصير الضحايا، العمر صغار بالعمر، لكن ما شاء الله الحجم ما شاء الله طيبات. طبعا سويناهن قطيعين، هزلنا الخرفان الحال والغنم الحال، لأن الخرفان لكن أمهاتن، تشوفون الغنم ضعاف ما شاء الله طبيعي ما شاء الله صحتهن زينة. رضعن يرضعن الرضاعة بشكل مستمر تخلي الغنم ضعيفة، والطليان ما شاء الله صارن كبار يعني صار عمرهن كبير، فنهدهن يرضعن الصبح ونعزلهن، نهدهن المغرب يرضعن ونعزلهن، خليهن لحالهن دائما لحالهن. طبعا المكان هذا العشب كثير يظلن فترة يمرحن مثل الغنم، بعد شوي إن شاء الله يمرحن الحمد لله رب العالمين. هالسنة ما في نفوق، يعني الأمراض الحمد لله رب العالمين ما تعرضنا للأمراض مزمنة، ما في نفوق بالولادات أول ما صارن، بما انه كانت الظروف والطقس بارد جدا ايام ثلج، وكان الطقس بارد ايام ما صار، لكن الحمد لله رب العالمين امورهم طيبه الحمد لله حاليا، وعلى اقبال بيع ان شاء الله في الشهر السادس اذا الله يسر نبيعهن كلهن اذا الله يسر، خرفان وفطايب نبيعهن ما خلي منها شيء بنوب اذا الله. هذا كلب الحراسه دمان، كلب كانقل، هو من أقوى الكلاب في القطيع، مع الأسف متصاوب بعينه اليمين مصاوبات الخنازير البرية، وعنده إصابة بالعنق أيضا، عنده إصابة بالعنق وعنده إصابة بالأجر، عنده إصابة بالأجر، إصابة من الخنازير البرية، غالبا ما تكون ضربات الخنازير البرية قاتلة مع الأسف. راح أعالجه وإن شاء الله يتشافى. راح أضمد جروحه بعد ما حطيت عليها دواء حتى يلتم الجرح وما يلتهب عليه. هذا الحيوان سبحان الله أغلب الأيام أشوفه الفجر، مثل القط البري فوق الصخور في المرتفعات أشوفه. هذا النوع من الطيور ما أشوفه إلا بالربيع، بس فصل الربيع أشوفه بعدين يختفي، أشوفهن جوز جوز يعني يا اثنين يا أربعة يا ستة، أشوفهن بالمرتفعات فصل الربيع ينوجدن.
هذا طائر الحجل أو ما يسمى الشنار. سبحان الله يحتضن البيض، ما شاء الله مكانه بنيه تحت صخرة. هذا هو طائر الحجل. وهذا البيض، بيض طائر الحجل، سبحان الله. أنا هيشت الغنم من الصبح، سرحت بها أبو زياد ظل بمراح، وهذا هو لاحقني، جابنا عجل والده، عجل والده والحمير، ولاحقني هذا هو أبو زياد. نسوي فطور، فطور الصبح ما شاء الله على الحليب، نفطر حليب وجبن وسمن وخير وافر، ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله. هاي عندي غزولة مدللة، ما شاء الله حليبها وافر، ما شاء الله على الحليب. طبعا حليب المعز، حليب المعز أخف من حليب الغنم، أخف أطيب. ما شاء الله تبارك الرحمن، أنا أحب حليب المعز أكثر من حليب الغنم، أخف وأطيب. ما شاء الله ما شاء الله على غزولة دارة. نكسر حطب ونجهز فطورنا بهذا المكان. أول شيء نكسر حطب، نشغل النار، نجيب قش، قش ناعم، قش يابس، هذا قش ناعم أو قش يابس، نشغل النار، نحط القش أول شيء، نحط عليه من الحطب الناعم عشان يشتغل. تعال عطا الله، تعال اصبر اصبر اصبر، انا حالف لك، اصبر يحط لك حليب، اصبر 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 يحط لك حليب. قبل ما نفطر حنا لازم نفطر ورد، ورد لازم يفطر قبلنا، هذا ورد، اذا ما افطر ما يخلينا نفطر. النار 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 يا ورد النار، هذا الشاي فار،
في ورق. هور الحليب على النار الهادئة، خليه يغلي فور. بعد 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 نار نار حار النار 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 بعد أنا النار بعد بعد هذه جبنة غنم ما شاء الله تبارك الرحمن، هذا فطور الراعي، هذا خبز، هذا أعلاف للكلاب، هاي أعلاف الكلاب مركب أعلاف.